بكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الخاصة. الجيش الإسرائيلي يستهدف قائدا بارزا في حزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت، بحسب ما يقال إنه المسؤول عن مقتل الأطفال والشباب في مجدل شمس، فضلا عن مقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين. وعلى ما يبدو أن هذا الاستهداف يأتي بالطبع في إطار الرد على حادثة ومأساة مجدل شمس، ولكن تقول الأنباء الأولية أن المستهدف على ما يبدو هو فؤاد شاكر أو المعروف بالحاج محسن، وهو رئيس أركان حزب الله والرقم الثاني في الهرم العسكري، لكن حتى اللحظة مصيره غير معروف، وقد تكون لربما هذه المحاولة قد فشلت بحسب بعض التقارير الأولية. بالطبع سنتابع كل ما يجري في الضاحية الجنوبية لبيروت وهذه المحاولة، محاولة اغتيال قائد بارز وقائد كبير في حزب الله. مع ضيوفي ومع مراسلين ينضم إلي هنا في الاستوديو دكتور حسن مرهج خبير في شؤون الشرق الأوسط، وكذلك دكتور جاك نرياض ضابط استخبارات سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. أهلا بكما. دعونا نبدأ معك دكتور حسن، ما هي التقارير الأولية؟ نتحدث عن محاولة استهداف الحاج محسن والذي كما نفهم هو رقم اثنان في الهرم العسكري لحزب الله. يعني دعيني بداية أبدأ بإطار نوعية هذه العملية. العملية أتت يعني باستهدفت حي في الضاحية، حي حريك، مبنى سكني بجانبه مستشفى بهمان، والمستهدف بعد ذلك ادعت إسرائيل بأنه شخصية من كبيرة من حزب الله هو المسؤول عن الاستهداف الذي تدعي إسرائيل بأنه تم من قبل حزب الله على مجدل شمس أو مجدل شمس. إذن ما نفهم من هذا طبيعة هذا الادعاء؟ وبعدها أتت التصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي وتصريحات المتحدث العسكري هاجاري بأنه يعني بما معناه لا نريد التصعيد ونريد أن نكتفي في هذه النوعية. طبيعة هذه العملية نستطيع أن نستنتج منها، طبعا نحن لما زلنا لا نعرف النتائج، مع أنه هناك استهداف لمبنى من 8 طوابق، ويقال استهداف لمدنيين على ما يبدو. نعم. نتحدث عن هو مبنى، كله مبنى سكني, سكني. نعم. واستهدف ب3 صواريخ، الصاروخ الأول استهدف الطابق العلوي، وصاروخان استهدفوا الطوابق الـ3 الآخرين من الطابق العلوي، وهم 4 طوابق تم تدميرهم في الكامل، وما زالت عمليات الإغاثة مستمرة في الموقع. ونشاهد هذه الصور المباشرة دكتور حسن التي تدل على هذا. تحدثوا عن 6 جرحى نقلوا إلى المستشفى المجاور يعالجون في مستشفى بهمان. لا نعرف بعد ما حصيلت هذا الاستهداف، ولكن بطبيعة الحال استهداف يعني الرمز في الضاحية، والحديث أنه الضاحية يقابله مدن إسرائيلية كبيرة. سأتحدث معك عن نوعية الرد. نعم. ولغاية الآن هناك نفي إلى أنه المقصود أو المستهدف أنه يعني نجا من هذه العملية إذا كان متواجدا في هذا المبنى. في هذا المبنى. دكتور جاك، ما الذي يمكن أن نفهمه من هذه المحاولة؟ تحدثنا أنا وأنت قبل قليل أن لربما إسرائيل كانت قد بحثت في الساعات الأخيرة عن هدف في لبنان أو في دول أخرى. هذا الهدف هل يعتبر، كيف يمكن تفسيره؟ هذا الهدف لازم يكون افتتاح من جانب إسرائيل. إذا مش كان افتتاح راح يكون هذا فشل تام. لانه اذا هذا هو الرد على اللي صار بمجدل شمس، هذا بيكون خساره كبيره لاسرائيل. لان الشعب الاسرائيلي، المجتمع الاسرائيلي مش مستعد انه يسمع انه هذا هو كل الجهاد العسكري ضد حزب الله. مش معقول يعني اذا، لكن محاوله استهداف شخصيه كهذه لا يمكن ان تهدئ الغضب الاسرائيلي؟ لا، مش بالعكس. بالعكس، يعني الفشل هو يعني المصيبه من الجانب الاسرائيلي. لانه يعني اذا نحن بنطلع على اللي صار على الارض،
يعني قتلوا ست أشخاص وجرحوا 10 مدنيين. يعني هلأني الرد لأتباع حزب الله رح يكون على ذات القواعد. يعني إذا إسرائيل كانت بدها تغير قواعد الاشتباك مع حزب الله، لأن اللي شفناه ما رح يغير الوضع. ولكن دعنا أن نتعمق يا دكتور جاك، نحن نعلم أن إسرائيل لم تستهدف الضاحية، لم تستهدف بيروت منذ بدء هذه المعركة. من شهر أول. ولكن هي استهدفت قيادي فلسطيني، نتحدث عن العروري، لم تستهدف قيادات الحزب في الضاحية. ألا يعتبر هذا تصعيد أو تغيير في قواعد الاشتباك؟ الواقع انه اسرائيل استخدمت بمسيره انتحاريه اللي ضربت هذا، يعني ولا استعملت سلاح الجو الاسرائيلي، هذا يعني بتفسر لحزب الله انه نحن العمليه كانت محدوده ومستهدف واحد مسؤول عن اللي صار بمجد الشمس. هذا هو هذه الرساله الاسرائيليه. الان كل الحكي اللي ورا اللي صار، التصريحات وزير الامن الاسرائيلي انه حزب الله اخطأ في حساباته، الخط الاحمر والخط الاخضر، وتجاوز الخط الاحمر، كل الخطوط الاحمر والخضر والتكنيكولور، يعني ما قربتنا لشيء. يعني الجيش لازم يحضر حاله، اذا مش محضر. طيب، دعنا نرصد الاجواء في الجبهه الشماليه مع مراسلنا ادهم حبيب الله. اهلا بك ادهم، لتضعني في صوره الوضع، هل من تصريحات اسرائيليه بعد هذا الاستهداف للضاحيه الجنوبيه؟ نعم، دعينا نبدأ. يعني هناك العديد من الأخبار والأنباء المتداولة بالعديد من السياقات، ولكن قبل قليل يعني أولا طالبت الحكومة الإسرائيلية من الوزراء وأيضا من المسؤولين الكبار بعدم التحدث بشكل علني عن الاستهداف أو حجم الاستهداف أو من هو المستهدف. حتى الآن هناك تضارب بالروايات حول ما إذا كان فعلا المستهدف هو الرجل الثاني في حزب الله. لا يوجد أي تأكيد رسمي، ولا يوجد حتى الآن يعني معطيات واضحة بخصوص الاستهداف. ولكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال قبل قليل بأن الجيش الإسرائيلي أغار من خلال طائرات مسيرة على هدف في الضاحية الجنوبية، وهذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي تبنى بشكل رسمي عملية الاستهداف. قال بأن الاستهداف طال شخصية بارزة وقيادية في حزب الله كانت المسؤولة عن ما حدث من مجزرة في مجد الشمس. يأتي ذلك ردا على ما حصل أيضا في الأيام الأخيرة. هذه في النقطة الأولى. في النقطة الثانية لورين، في هذه الأثناء الجيش الإسرائيلي رفع من حالة التأهب القصوى ليس فقط في الشمال، إنما نحن نتحدث عن مناطق أخرى من مدينة حيفا وحتى وسط إسرائيل. وفي هذه النقطة تحديدا حتى الآن وفق ما وردنا في هذه الأثناء لم تعطى الأوامر للسكان وللمدنيين تحديدا في مدينة نهرية عكو ومناطق أخرى بالدخول إلى الملاجئ. حتى الآن حزب الله على ما يبدو يدرس إمكانية الرد وحجم الرد، ولكن في حال فعلا تأكد أو تم التأكيد بأن الاغتيال كان أولا في الضاحية الجنوبية، وهذا يعني تجاوز الخطوط الحمراء التي تحدث عنها أيضا يوآف جالانت في هذا اليوم. النقطة الثانية استهداف لشخصية كبيرة جدا، بمعنى في حال تم التأكد ما إذا كان هذا الاستهداف هو لقيادي بارز في حزب الله، يمكن القول بأن هذه الشخصية الثانية لربما في حال تم التأكد أيضا من عملية اغتيال محمد ضيف قبل عدة أسابيع في قطاع غزة. بمعنى نحن مقبلون في هذه المرحلة على مواجهة قد تتسع إلى استهدافات قد تطال مواقع حساسة في إسرائيل. ولذلك يردنا في هذه الأثناء بأن إسرائيل وخلال هذا اليوم أوعزت أيضا للعمال في شركة الكهرباء في مدينة الغديرة بترك عملهم وأيضا ترك مواقعهم تحسبا لرد قد يطال تلك المنطقة. النقطة الثانية اللافتة تتعلق بتفاصيل العملية. هذا القرار تم اتخاذه على ما يبدو يوم الأحد الماضي حين عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من واشنطن، وبعد خطابه في الكونغرس تم اتخاذ هذه الخطوة. ولكن تم الانتظار حتى الوقت المناسب واتخاذ القرار والوقت المناسب في هذه النقطة. في خلال هذا اليوم قلنا لك خلال هذه التغطية بأنه شاهدنا تحركات، إن كان ذلك عدم الرد من المستوى السياسي والأمن في إسرائيل في الساعات الأخيرة،
القرار تم بمعزل عن الكابينت الأمني. كانت هناك مخاوف من تسريبات قد تصل إلى حزب الله، ولذلك يعني القرار كان بمنعزل عن الكابينت الأمني الإسرائيلي. في هذه الأثناء أيضا يمكن القول بأن الطيران الحربي الإسرائيلي في جهوزية تامة تحسبا لأي رد قد يتم من قبل حزب الله خلال هذا اليوم أو لربما يوم غد، بمعنى بأن إسرائيل تقول بأنها جاهزة في هذه المرحلة لتصعيد المواجهة العسكرية في حال اتخذ حزب الله القرار بتوسيع المواجهة العسكرية. يرد الآن بأن هناك نفي وفق مصادر أمنية لعملية اغتيال القيادي البارز في حزب الله. رويترز نقلا عن مصادر أمنية مقربة من حزب الله تقول نجاة القائد في حزب الله الذي تم استهدافه بالضربة الإسرائيلية على الضاحية. في هذه النقطة يمكن الإشارة والتأكيد، نحن نتحدث عن 3 قتلى حتى الآن وعشرات الإصابات في الضاحية الجنوبية، ولكن على ما يبدو بأن هذه العملية وفق مصادر إسرائيلية، مصادر لبنانية ومصادر من حزب الله تؤكد بأن العملية فشلت حتى اللحظة كما وردنا. نعم، من الجبهة الشمالية من الحدود الإسرائيلية اللبنانية أدم حبيب الله، أشكرك حتى اللحظة، وبالطبع سأعود إليك ضمن هذه التغطية المفتوحة لهذه المحاولة، محاولة الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت. كما يرد الآن على ما يبدو هذه المحاولة، محاولة الاغتيال، ستكون فشلت بحسب التصريحات الإسرائيلية، التأكيدات الإسرائيلية، وكذلك لربما تصريحات أدلى بها مسؤولون من قبل حزب الله. الاغتيال فشل هذه المحاولة دكتور حسن، ولكن الكرة يمكن القول الآن في ملعب حزب الله. أي رد متوقع بعد لربما استخلاص العبر أو استخلاص النتائج لهذه المحاولة؟ يعني لو نظرنا إلى 10 أشهر المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، أنه هناك دائما العسكر مقابل العسكر، يعني استهداف شخصية بارزة عسكرية في حزب الله هو ليس في القطار القطر الجديد، يعني نحن ما زلنا في نفس الاستراتيجية المتبعة إلى اليوم. قادة من حزب الله تم اغتيالهم، وأيضا هناك جيش بالجانب الإسرائيلي اللي ربما يعني تم جرح أو قتل بعض الجنود. إذن يعني هذا الشيء يعني ضمن الاستراتيجية المتبعة له، ولكن الغير هو الذي غير القاعدة هو استهداف المدنيين، وخاصة في الضاحية التي هي رمز، يعني تعد رمز بالنسبة لحزب الله. قد يقوم حزب الله في استهداف مقابل لإحدى الأحياء السكنية في إحدى المدن الإسرائيلية أو في إحدى المستوطنات الإسرائيلية يعني التي لم يتم استهدافها إلى اليوم، قد يكون ذلك. وقد يكون أيضا استهداف لشخصية عسكرية إسرائيلية أو هدف عسكري كما فعلوا عندما تم اغتيال. ولكن كل رد سيقابله في نهاية المطاف رد آخر دكتور حسن، ويبقى السؤال يعني متى سنرى نهاية هذه الاستهدافات؟ يعني هذا الاستهداف يمكن القول أنه سيوسع في نهاية المطاف على ما يبدو قواعد الاشتباك، رقعة الاشتباك، وكما كنت قد تحدثت كثيرا خلال بثنا أن ربما بيروت سيقابلها تل أبيب، هل هذا وارد؟ نعم هذا وارد، ولكن الأهم في الموضوع الآن يعني أنا باعتقادي إذا كانت ذهبت حزب الله إلى استهداف أي مبنى سكني بأي مدينة كما فعلوا في الضاحية، لأنه إسرائيل الآن تريد أن يعني تقول للرأي العام في إسرائيل بأنه كما فعلت في الحديدة وتم استهداف خزان وقود وأشعل هذا النار، وعلى الشرق الأوسط أن يرى النيران مشتعلة في صهريج من الوقود، وهذا شيء طبيعي. ويمكن أن نرى ربما الآن رد يرى على تل أبيب من قبل الفصائل نعم الأخرى. قبل ذلك نعم. الآن الجانب اللي سيقول استهدفنا في الضاحية، وهذا يعد خرق يعني وخط القطب نعم. الأحمر أو للتفاهمات الموجودة اليوم. وقد يذهب حزب الله لنفس المعادلة وتكون الضربة مقابل ضربة والعودة إلى الاستراتيجية الأولى، لأنه لا أعتقد هناك نية لا للجانب الإسرائيلي ولا للجانب اللبناني الذهاب إلى تصعيد، وليست إرادة حتى عالمية وليس فقط
إسرائيلية. إذن يكون ضربة مقابل ضربة، ونعود إلى الاستراتيجية الأولى. أنا هذا باعتقادي ما سوف يحصل في الأيام القادمة. دكتور جاك، لربما كانت بيروت أو الحكومة اللبنانية، الدولة اللبنانية قد تلقت ضمانات من قبل الدول الغربية، من قبل الولايات المتحدة، بأن إسرائيل على ما يبدو كانت لا تريد أن تقدم على استهداف الضاحية الجنوبية أو استهداف بيروت، ونأتي هذا ونرى هذا الاستهداف في هذه المرحلة. كيف يمكن برأيك التنسيق بين الموقف الإسرائيلي وموقف الولايات المتحدة، خاصة أن الولايات المتحدة تقول أنها في نهاية المطاف إذا تعرضت إسرائيل لأي هجوم من قبل حزب الله ستقف إلى جانب إسرائيل، ولكن لا تريد توسيع المعركة؟ حسب المعلومات، فؤاد شكر كان مسؤول مع عماد مغنية على مقتل 233 أمريكان ببيروت ب 1982، وإسرائيل خبرت الولايات المتحدة قبل الضربة أنه هذا هو المستهدف. لسبب يعني أمريكا كانت فهمت أنه الضربة الإسرائيلية ضربة نوعية على نقطة، على هدف واحد بس. لسبب يعني أمريكا ما كان إلى مشكلة. يعني اليوم المشكلة هي بين إذا قتل يما ما قتل. إذا قتل المسألة مع حزب الله صارت أكثر من حرب. إذا ما قتل رح يكون في رد تبع حزب الله، وبعدين إسرائيل إذا ردت على رد حزب الله رح يكون في توسيع الحرب بينه وبين حزب الله. هذا هو الواقع اليوم. يعني نحن اليوم بمفترق طرق قاعدين لأني وناطرين شو هو رده لحزب الله، لأنه اللي صار هو ضربة إسرائيلية مثل ما قلت بداخل المنطقة الرمزية لحزب الله. سيادة حزب الله بالضاحية بحارة حريك. حارة حريك هي مكان تربى فيه حسن نصر الله، مكان موجود. ونرى لربما أن الحزب مخترق كثيرا، يمكن القول. مش قضية المخترق، قضية المعلومات الإلكترونية هي اللي موجودة عند إسرائيل، ويعني لاحقت الهدف ونطرت أكثر من 3 أيام حتى تشوف إنه هو فات على البناية، بس يعني آخرتها إنه طلع قبل ما استهدف البيت من قبل المسيرة الانتحارية. يعني هلأني نحن شو قاعدين، لأنه الخط الأحمر من جانب حزب الله نحن مضينا. اوكي، نحن فقتنا نسينا انه في خط احمر وضربنا واي رد تتوقع يا دكتور جاك؟ يعني حزب الله رح يضرب واي رد برايك تتوقع؟ رح يغير قواعد الاشتباك مع اسرائيل، وانا بستنظر انه رح يكون في ضرب على كل على الشمال الاسرائيلي من طبريه لحيفا، حتى يعني ما بعد حيفا مثل ما كان بيقول حسن نصر الله. نحن موجودين اليوم امام توسيع الحرب بيننا وبين حزب الله، ربما يمكن تطال الخضيره او أماكن أخرى، وحتى تل أبيب على ما يبدو عبر فصائل أخرى أو عبر صواريخ. أنا فكر لأنه فشل الاستهداف رح يكون يعني على رح يوقف بحيفا، رح يوقف يعني بيجوز بالخديرة مش أكتر من هيك. ما بفكر إنه رح يضرب تل أبيب، ولكن بسبب فشل هذا الاستهداف إن صحت التقارير، هل كيف يمكن أن ترد إسرائيل أو تحاول إسرائيل لربما البحث عن هدف آخر؟ إسرائيل الآن ناطرة على جنب مع كل طيرانها حتى تشوف شو ردوا لحزب الله. إذا حزب الله رح يضرب بصواريخه حيفا وعفولة وخديرة وكل المدن الشمالية وحتى تل أبيب، نحن رح نشوف أنه الليلة يما على الصبح بيكون كل الطيران الإسرائيلي طالع على أهداف بلبنان. مثل ما قلك، إحنا على أني أمام توسيع الحرب بيننا وبين حزب الله. دكتور حسن، ماذا عن كل محور المقاومة؟ برأيك كيف ستتعامل إيران وأذرع إيران في المنطقة مع هذه المحاولة حتى ولو فشلت؟ بداية تعقيب بسيط على سؤالك. يعني أنا باعتقادي بالنسبة لكل الوسطاء الأجانب الذين تدخلوا ووعدوا لبنان بأنه لن يكون استهداف لبيروت، يعني دولة لبنان تلقت ضمانات، يعني نعم تلقت ضمانات، وحتى في الولايات المتحدة، هذا دليل واضح للمراوغة الأوروبية والأمريكية في هذا الموضوع. وباعتقادي أنه من اليوم فصاعد لن يسمع
هذا الفريق حتى دولة لبنان لأي مسؤول غربي كان من يكون، إذا كان أمريكيا أو أوروبيا، أو هذا لأنهم لا يستطيعون أن يضمنوا أي شيء بالنسبة للجانب الإسرائيلي. سأتوسع معك بهذه النقطة دكتور جاك لو سمحت، نعود الآن إلى الجبهة الشمالية وإلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية. أدم حبيب الله أهلا بك مجددا، هل من معلومات جديدة حول هذا الشأن، أو هل من تعليمات جديدة عفوا لسكان إسرائيل؟ نعم، بداية يعني مستوى التعليمات يمكن القول وصل إلى مناطق غير مسبوقة، بمعنى أن إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار عدة مناطق، لا سيما المناطق الواقعة بالقرب من قواعد عسكرية إسرائيلية. ورد في هذه الأثناء أيضا بعض البيانات التي وصلت أيضا إلى سكان مدينة بيت شان، نحن نتحدث عن مدينة العفولة، مدينة طبرية، وأيضا كاترين. هذا المحور الذي يعني لربما يمكن القول في مرج منطقة مرج ابن عامر، وصولا إلى المناطق الحدودية تحديدا بالقرب من المثلث الحدودي الأردن وسوريا. هناك مخاوف بأن يكون هناك رد لربما ليس فقط من لبنان، إنما هذا الرد قد يأتي أيضا من جماعات مسلحة وجماعات إيرانية، وأيضا فصائل موالية لإيران تحديدا في المناطق السورية، بمعنى عملية مباغتة قد تكون لإسرائيل في تلك المناطق. ولذلك شاهدنا اليوم عملية نشر أنظمة القبة الحديدية في العديد من المناطق الحدودية في تلك المناطق. وفي هذه النقطة يعني الآن أعطيت للسكان الأوامر بالالتزام بالأوامر أو بأوامر الجبهة الداخلية، وأن يكون بحيطة بحذر تحسبا لعمليات قد تطال تلك المناطق. أيضا في هذه النقطة الحديث هنا عن الهدف المركزي لورين، ألا وهي مدينة حيفا التي يعني تحولت إلى محط أهداف حزب الله منذ بداية هذه الحرب. وأيضا في هذه الأثناء كافة الرسائل التي ترد من لبنان تريد توجيه الضربة لمدينة حيفا. نحن نذكر فقط بأن حزب الله امتنع عن استهداف مدينة حيفا في بداية هذه الحرب، اقتصرت استهدافاته حتى مدينة نهرية، وتوسعت فقط عند مدينة عكا بحكم قواعد الاشتباك، بمعنى في حال فعلا قرر حزب الله الذي وضع منذ عام 2006 مدينة حيفا كبنك للأهداف، نحن أمام مرحلة جديدة أيضا من الاستهدافات وربما توسيع الضربات. ولذلك أعطيت أيضا الأوامر لسكان مدينة حيفا بأن يلتزموا أيضا بأوامر الجبهة الداخلية. في هذه أيضا النقطة، في هذه الأثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد جلسة طارئة وتشاورات أمنية في مقر الوزارة في مدينة تل أبيب، على ما يبدو هذه الضربة يعني تتابعها إسرائيل بحذر، لا سيما وأن إسرائيل تعلم جيدا بأن حزب الله توعد خلال هذا اليوم بالرد على أي استهداف قد يطال منطقة الضاحية الجنوبية، بمعنى كسر الأهداف وقواعد الاشتباك. السؤال أين ستكون أو كيف سيكون حجم الرد، ونحن نتحدث ليس فقط عن قواعد اشتباك إنما أيضا عن قوة الردع. أيضا في نقطة أخرى يمكن القول بأن هناك ارتفاع بأعداد الضحايا، نحن نتحدث عن 4 قتلى حتى الآن، ولكن وفق مصادر إسرائيلية تحدثنا معها، أولا يقولون في حال فعلا تم استهداف الشخصية البارزة في حزب الله فهذا لربما يعد نجاح بالنسبة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية في إسرائيل لسببين. الأول بأن حجم المعلومات الدقيقة التي كانت بحوزة جهاز الاستخبارات الإسرائيلية هي نوعية جدا. النقطة الثانية، عملية الاستهداف كانت دقيقة جدا في المكان وأيضا في الزمان المناسب الذي حددته إسرائيل. حتى وإن لم تنجح العملية فإن ترصد أو متابعة شخصيات كبيرة في حزب الله منذ بداية هذه الحرب لربما يسجل كما تقول إسرائيل في نقاط استحقاقها في هذه النقطة. أيضا نقطة أخرى يمكن التطرق إليها بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع عن كثب حجم التحركات وأيضا التطورات في هذه النقطة. يمكن القول بأن وردت بعض الأنباء بأن الطيران الحربي البريطاني أيضا في جهوزية تامة أيضا في مناطق في الأردن تحسبا لاتساع رقعة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله. ونحن نذكر فقط بأن هناك تحالف دفاعي بين إسرائيل وعدة دول في المنطقة، في حال أقدمت بعض الدول على أي استهداف
قد يطال منشآت عسكرية إسرائيلية قد يأتي من العراق أو من اليمن. إسرائيل بحاجة أيضا إلى مساندة ودعم أيضا أمريكي في هذه النقطة، وقد شاهدنا ذلك عندما تمت مهاجمتها من قبل إيران. نعم، من الحدود الإسرائيلية اللبنانية أدهم حبيب الله، شكرا جزيلا لك أدهم. حتى اللحظة نعود وننوه بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل في هذه الأثناء إلى مقر وزارة الأمن الإسرائيلية الكرياة في تل أبيب من أجل إجراء مشاورات أمنية بعد هذه المحاولة. وكما نشاهد الآن هذا التصريح لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في هذه التغريدة على منصة إكس، يقول بأن كل كلب يأتي يومه، وهذا في تصريح الوزير إيتمار بن غفير. لربما دكتور جاك تريد التعقيب على هذا الموقف لبن غفير. شو بدي أقول لك، يعني ده يعني حزين. نعم، وماذا سيكتب بعد أن يتأكد بأن هذه المحاولة قد فشلت؟ هذا اللافت. دكتور جاك، بدأت بالحديث عن الضمانات أو كما وصفتها بالمراوغة الأوروبية فيما يتعلق بتقديم ضمانات. يعني واضح أن كل هذه الضمانات وكل هذه الدبلوماسية التي يتبعها الغرب وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه لا رصيد لها، يعني لا رصيد لها لدى الجانب الإسرائيلي، ويمكن كذلك الأمر لا رصيد لها في الجانب اللبناني. فمن يعني الأفضل أن تبقى على جانب الحياد وتدع المتصارعين فيما بينهم بالاستمرار، لأن كل هذه الضمانات عندما يقول إنسان أنا ضامن وأنا أضغط وأنا هذا، يعني يأخذ على محمل الجدية. وبالتالي نرى أنه العملية الإسرائيلية أتت في الضاحية وفي مبنى سكني ومبنى مدني. إذا أي ضمانات تتحدث عن الولايات المتحدة أو وزير الدفاع الأمريكي أوستن لربما أو حتى تصريح البيت الأبيض بأنه يمكن تفادي الحرب بين الجانبين. الآن البيت الأبيض يقولك يعني لو يمكن، لا يمكن تفادي الحرب بين الجانبين، لأنه هو أصلاً يعني مكبل وهو مع إسرائيل قلباً وقالباً في هذا الموضوع. إذن هو وسيط غير نزيه نستطيع أن نقول، وحتى الأوروبيين الآن أثبتوا ذلك. وأنا برأيي الآن العملية هي ليست بين الوسطاء الأوروبيين ولا حتى الولايات المتحدة. تقرير إسرائيل نشير أنها أكدت أن الضربة جاءت بالتنسيق وبإبلاغ الولايات المتحدة. هذا أمرها، عليها أن تبلغ الولايات المتحدة أن هذا تنسيق فيما بينهم، هذا لا يعني لبنان بشيء. يعني نسقت الولايات المتحدة، أعطت الضوء الأخضر للولايات المتحدة، ومن جانب آخر عاموس هوكشتاين يهدي اللبنانيين ولن يكون قصف. إذا كانت عملية منسقة عملت فيها الدبلوماسية والعسكرية فيما بعد، وهي مراوغة، هي تعد مراوغة. يعني اللبنانيين مساكين، يعني قاعد حزب الله داخل أردن هو خطف الدولة، عم بيحارب إسرائيل، وهن قاعدين على جنب. يعني هلا هن طالبين من الأمريكان إنه يساعدوهن، إنه يحميهن. يعني لا، لبنان هذا على أرضك أنت، وين إرادة لبنان؟ وين سيادة لبنان؟ هلا شو هاد، في عندك ميليشيا هي اللي عم تدافع عنك، في عندك جيش، ليش الجيش ما عم يدافع عنك؟ ليش الجيش هو ما عم يتعاطى مع حزب الله؟ ليش ما بيمنع من حزب الله ضرب إسرائيل؟ لأن أنت خايف، عم تطلب من أمريكا إنه تساعدك؟ هو ما طلب من أمريكا، ما طلب من أمريكا إنه يساعد. إحنا حكينا إنه الدبلوماسية الأمريكية هي من تقدمت، ليس الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية لم تذهب إلى أحد، ولم تذهب إلى أمريكا ولا غير أمريكا، هي اللي تدخلت وهي اللي تواصلت للدولة اللبنانية. وين الدولة اللبنانية؟ هي تواصلت، الدولة اللبنانية موجودة، دولة شرعية لم تحل بعد، هي موجودة. في رئيس دولة، ما في، في رئيس حكومة، من يمنع هذا الموضوع؟ رئيس حكومة موجود. بعدين أنت بتحكي عن الجيش اللبناني، وين هو الجيش اللبناني؟ هذا كان يسلح الجيش اللبناني، منعين عنه التسليح، ممنوع عنه سلاح، ممنوع منعين عنه أي شيء. مين منعه؟ مين منعه؟ الأمريكي والأوروبي. مين عم بيدفعه؟ الامريكي والاوروبي. مين عم يدفع المعاش؟ ليش؟ امريكا. هو هذا امريكا عم تدفع المعاش، لانه هذا الشيء الوحيد اللي بده يخليه يسنده بس. عم بيعطيهم $100 بالشهر لكل جنده. اكثر من هيك مش لازم. طيب شو بدك لك؟ طيب لو سمحت هذا النقاش. سنستمر بهذا النقاش، ولكن انضم الي الان سعيد محاج مراسلنا. اهلا بك سعيد. هل من تفاصيل تتعلق بما يجري في هذه الاثناء في الضاحيه الجنوبيه بعد هذه المحاوله؟ نعم لورين، حتى اللحظة عمليات انتشال الإصابات والجثامين مستمرة في الضاحية الجنوبية. نتحدث عن انهيار نصف المبنى الذي تم استهدافه، بالإضافة أيضا إلى أن مستشفى بهمن في وسط الضاحية أيضا تعرض لأضرار كبيرة. حتى اللحظة تم انتشال 4 جثامين من بينهم سيدة، نتحدث عن مدنيين لبنانيين بحسب المصادر اللبنانية.
بالإضافة أيضا إلى انتشال أكثر من 12 إصابة منهم 7 أطفال. نتحدث بحسب المصادر اللبنانية فإن جميع من أصيبوا وقتلوا هم مدنيين. بحسب أيضا مصادر في حزب الله صحيح أن لربما أن المستهدف نجا، ولكن نحن نتحدث عن استهداف مدنيين وسط الضاحية، تهديدات مستمرة من قبل حزب الله، حتى وأن مصادر مقربة لحزب الله أيضا وضعت بعض السيناريوهات لربما أن الرد من قبل حزب الله سيطاول 3 مناطق. نتحدث عن لربما قد يطال هذا الرد المناطق المحاذية للعقولة، وايضا ايضا مناطق قريبه ايضا من حيفا، بالاضافه ايضا الى الهدف الرئيسي الذي تتحدث عنه اغلب المصادر اللبنانيه وهو رماد ديفيد في جنوب شرق حيفا، والذي تم ايضا رصده عبر طائرات الهدهد قبل عده ايام. نتحدث عن أضرار طاولت 4 مباني أخرى غير المبنى المستهدف. كافة المصادر اللبنانية تتحدث أن فقط من أصيبهم فقط مدنيين، يعني حتى اللحظة تكتم كبير من قبل حزب الله والمصادر أيضا التابعة لحزب الله. هل هنالك إصابات من لعناصر أو قادة من حزب الله؟ ولكن نتحدث عن مقتل امرأة بالإضافة أيضا إلى مدنيين. نتحدث عن انتشال 4 جثامين حتى هذه اللحظات، ولكن بعض المصادر اللبنانية تحدثت عن انتشال جثمانين من داخل هذا المبنى، تم وضعهم داخل أكياس سوداء وإخراجهم دون معرفة من الجثمين هوية. داخل هوية صحيح من داخل هذه الأكياس. تم إخراجها من المكان تحت حراسة مشددة. لربما يعني كان في هذا المبنى بعض القيادات غير من تم استهدافه، والذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية وأيضا المصادر الأمنية الإسرائيلية، ولكن يعني حتى هذه اللحظات انتشار مكثف جدا للطيران الإسرائيلي فوق جنوب لبنان وأيضا المناطق الجنوبية لبيروت، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع، وبالإضافة أيضا إلى الطيران الحربي الذي يدخل الأجواء القريبة من بيروت ومن ثم يعاود أيضا مغادرة هذه المنطقة. استعدادات كبيرة حقيقة ما نراه الآن من المصادر المقربة لحزب الله، فإن الحزب يستعد لرد كبير جدا لمناطق لم تطالها الصواريخ منذ 8 أكتوبر. كما قلت لك بعض المصادر تحدثت أن لربما قد نشهد مناطق تطالها الصواريخ إلى المناطق الجنوبية أو الشرقية لمدينة حيفا. ابقى معي سعيد لو سمحت، أعود الآن إلى أدهم. أدهم، هل من تصريحات جديدة خاصة وأنت ذكرت، طيب على ما يبدو سنعود إلى أدهم بعد قليل عبر الخط الهاتف أو حيث يتواجد، ذكرتم هنا لربما الحكومة اللبنانية ونرى لربما يمكن القول تحركات ميقات الآن، يجري أي اتصالات لتقييم الوضع مع المجتمع الدولي، وعلى ما يبدو بأن لبنان سيتجه لتقديم شكوى أمام مجلس الأمن بعد ما يصفونه بالعدوان الإسرائيلي على بيروت. يعني مرة أخرى اللجوء إلى المجتمع الدولي الذي يفشل في نهاية المطار في الضغط وحث إسرائيل على منع استمرار هذا التصعيد. ولكن دكتور جاك، هل بعد هذا الاستهداف وإن كان قد فشل، هل يمكن أن نرى تغيير في العقلية الإسرائيلية في السياسة الإسرائيلية، وأن تقول في نهاية المطاف إسرائيل نعم معنية في أن تتعامل مع المسار الدبلوماسي بصورة جدية أكثر؟ رأيي أنه قبل ما يصير منيح رح يصير يعني ده مصيبة كبيرة بيننا وبين بين لبنان، لأنه أنا ما بفكر أنه الأحداث اللي جارية هلأ هي رح تجيبنا على حل دبلوماسي. مش معقول، بس يعني اذا الضغط الاسرائيلي واذا الحرب رح تكون حرب يعني بيننا وبين حزب الله، اخرتها رح يكون في حل دبلوماسي. دائما ذات الشيء احنا شايفين انه مجلس الامن بعد كم يوم رح يجتمع رح يطلب وقف اطلاق النار من الجميع، وبجوز رح تكون بدايه مفاوضات على حل دبلوماسي بيننا وبين لبنان. حل دبلوماسي يعني يجب على اسرائيل تقديم ثمن لحزب الله.
أكيد عبر النقاط، تحدثنا عن نقاط كثير. لا السبب قلت أنه بعد كم يوم، يعني بعد كم يوم بدها حرب بينه وبين حزب الله، راح توقف الحرب. يعني مثل يعني حزب الله مش معني أنه يكون في توسيع فظيع للحرب بينه وبينه، وإسرائيل كمان ما بدها بتفضل الحل الدبلوماسي إذا معقول، بدون ما يكون في له أي علاقة مع جبل الجنوبية. هذه الاستراتيجية الإسرائيلية. ولسبب انا شايف انه نحن شايفين تحضيرات حزب الله لاني على الرد على ضرب الصواريخ داخل الاراضي الاسرائيليه، وراح نشوف الضرب الاسرائيلي داخل الاراضي اللبنانيه ذات الشيء. ويعني يعني المعترين التعتير، يعني لبنان هي راح تشتكي بمجلس الامن. يعني وين اسرائيل؟ مين ضرب مين ضرب اسرائيل؟ مين ضرب اسرائيل؟ ضربت لبنان، ما حزب الله ضرب اسرائيل. يعني اغراض. طيب سنتوسع بالطبع بهذا، نعود مجددا إلى أدهم. يعني كما ذكرت نتنياهو يجري في هذه الأثناء مشاورات، لربما إسرائيل تنتظر نتائج هذه العملية وتستعد هي كذلك للرد من قبل حزب الله، لا سيما وأن الكرة يمكن القول الآن في ملعب حزب الله. هل من تصريحات جديدة وما الذي تسمعه من الشارع الإسرائيلي؟ طيب اولا لورين، وردنا يعني بحسب بعض المصادر ايضا التي تحدثنا معها بان هذه العمليه لم تكن لتتم دون موافقه واطلاع الجانب الامريكي على سيرها وتفاصيلها، لانها عمليه يمكن القول تجاوز الخطوط الحمراء في كل ما يحصل يعني من تصعيد منذ 7 من اكتوبر. لذلك يعني وفق مصادر يعني قالت للسي ان ان ايضا قبل قليل بان الجانب الاسرائيلي اطلع الاداره الامريكيه على هذه الضربه خلال هذا الاسبوع، وايضا يعني اعطى بعض التفاصيل حول سير العمليه مع الالتزام بعدم انزلاق الامور الى حرب اقليميه، وهذا ما حذرت منه واشنطن طيله الفتره. في النقطه الثانيه يمكن القول بان ايضا واشنطن يعني ربما يعني عند يعني تعرف جيدا وتعلم ايضا هويه المستهدف يعني الذي وضع على قائمه الاستهداف. نحن نتحدث عن شخصيه مطلوبه، فؤاد شاكر مطلوب للمخابرات الامريكيه بتهمه انه يقف وراء تفجير يعني مركز مشاة البحريه المارينز في بيروت عام 83، والذي ادى الى مقتل اكثر من 240 جندي أمريكي وخروج الجيش الأمريكي في تلك الفترة من لبنان. هو متهم ومطلوب أيضا للجانب الأمريكي. النقطة الأساسية الثانية والهامة أيضا بأن على مستوى الجهوزية التامة في إسرائيل، هناك جلسة طارئة كما قلنا تعقد في الكرياء في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في مدينة تل أبيب. السؤال هو من يشارك في هذه أيضا في هذه المداولات الأمنية وأيضا المشاورات الأمنية. نحن نذكر فقط بأن مجلس الحرب الإسرائيلي تم تفكيكه قبل نحو شهرين بخروج بيني جانس واستقالته من الحكومة. السؤال المطروح مع من يجلس الآن هناك في الهرم العسكري والأمني في إسرائيل، وعلما بأن هناك نقاش كبير جدا حول مسألة دخول بن غفير وأيضا شخصيات أخرى، هناك العديد من التساؤلات. ولكن يريدنا أيضا في هذه الأثناء بأن أيضا أصدرت بعض التعليمات أيضا لسكان مدينة حيفا بأن عليهم أيضا أن يكون على هبة الاستعداد والجهوزية التامة أيضا في كل ما يتعلق بالتعاون أيضا مع قوات الأمن الإسرائيلية، وأيضا الانصياع للأوامر خلال الساعات القريبة أو حتى يوم غد. أيضا في هذه النقطة يمكن القول بأن سكان المناطق المحاذية أيضا لمدينة تل أبيب ومحيط مدينة تل أبيب أيضا في حالة تأهب، علما بأن يعني بعض المصادر التي تحدثت في السابق قالت بأن حجم الرد قد يبدأ ليس فقط في الشمال إنما قد يطال ويبدأ أيضا من مدينة تل أبيب. لا هي في نهاية المطاف تحذيرات حزب الله كانت تقول بيروت مقابل حيفا وبيروت مقابل تل أبيب. في هذه النقطة يمكن الإشارة وردنا أيضا من بعض المصادر بأن لورين لربما هناك مخاوف إسرائيلية هذه الليلة من أن يكون الاستهداف أيضا يأتي من الجنوب ليس فقط من سوريا، بمعنى نحن نتحدث عن جماعة أنصار الله الحوثية
العديد من الإسرائيليين، تحديدا نحن نتحدث عن مصادر عسكرية إسرائيلية تحدثت عن هذه النقطة. نقطة أخيرة أيضا، يوم غد سيكون هناك اجتماع طارئ أيضا للحكومة اللبنانية، الحديث هنا عن إمكانية وأيضا كيفية الرد على هذا الاعتداء، لاسيما وأن لبنان تعتبر بأن مثلا تجاوز الخطوط الحمراء، نحن نتحدث هنا عن بيروت هي خط أحمر، السؤال كيف ستتعامل بالمسار الدبلوماسي والسياسي. لذلك سيكون يوم غد هناك اجتماع لمناقشة وتناول هذا الملف. نعم أدهم يبقى معي لو سمحت، لربما دكتور جاك تريد تكمل ما بدأت بالحديث عنه. أنا شايف أنه وجود نتنياهو بتل أبيب بمقر الجيش يعني أنه الجيش رصد عمليات حزب الله، تحضيرات حزب الله لضرب إسرائيل. لا سبب هو موجود بتل أبيب حتى يأخذ القرارات اللازمة. وعلى ما يبدو ستكون هناك جلسة طارئة لتقييم الوضع في تمام الساعة العاشرة. مزبوط. مع القادة الأمنيين. نعم. يعني هذا الواقع، يعني لأن الاستخبارات الإسرائيلية رصدت إنه في إنه حزب الله راح يضرب إسرائيل بالصواريخ، يعني حتى يعني قال عم بفكر إنه قضية إنه الصواريخ هتضرب حيفا وما بعد حيفا. لسبب يعني الاجتماع الطارئ بالساعة 10 بالليل حتى شوف شو هي إمكانيات إسرائيل حتى تتعرض لهالقصف، يما لما لتنتظر لهالقصف وبعدين يكون في الرد الإسرائيلي كلنا ناطرينه. نعم دكتور جاك، دكتور حسن عفوا، بدأت بالحديث عن ربما استراتيجية إيران الحالية. الجميع يعلم أن إيران في نهاية المطاف تريد أن تستمر في حرب الاستنزاف، كما نرى تحوط إسرائيل من جميع الجبهات وهي تريد استنزاف الجيش الإسرائيلي في كل الجبهات، ونعلم المحاولات كذلك في الضفة الغربية. في حال فتحت هذه الجبهة، ما المتوقع من إيران، خاصة وأن إيران غير معنية كذلك في فتح الوضع وفتح هذه الجبهة كالولايات المتحدة يمكن القول؟ أنا باعتقادي التالي، هناك توضيح بأنه دعينا نقول أنه ننتظر حتى صدور البيان الرسمي من قبل حزب الله بشأن كل هذه العملية. نعم. وما المتوقع، لأن كل ما نتحدث عنه هو فعلا بحقيقة الأمر هي تخمينات وتوقعات، وليس وهذا ما دائما نفعله كمحللين، ولكن بالفعل الآن الكل يعني يحذر ويقول، حتى حزب الله يحذر ويقول انتظروا البيان الرسمي للحزب، وكل من معلومات تصدر عن غير ذلك يعني قد يخدم الجانب الإسرائيلي. الأمر الآخر باعتقادي أنه الحديث أنه لا نريد التوسع هو حديث دبلوماسي، وهو حديث يخدم السياسي والدبلوماسيين. على واقع الأمر هناك جهوزية تامة للذهاب وفتح حرب شامل لكل الجبهات، وقد نرى هناك مشهدين. المشهد الأول، بيروت أمامها تل أبيب وليست لا حيفا ولا الخضيرة ولا أي منطقة أخرى، الحزب لن يقبل إلا في تل أبيب، وهذا تصريحاته التي أعلن عنها مرارا وتكرارا. ونذكر فقط أنه بالأمس وبعد استهداف مجدل الشمس تقارير عدة كشفت عن لربما إن صح التعبير، يعني لا يمكن تأكيد هذا، ولكن نقل بعض صواريخ دقيقة من مخازن معينة وإخراجها من مخازن، وذلك تحسبا لأي استهداف أو أي رد إسرائيلي. يعني أنا باعتقادي هناك من أراد أن يجتهد كثيرا ونقل هذه المعلومة، لأنه عندما توجد هكذا معلومة أين الطائرات لتقصف هذه الصواريخ، يعني ماذا تدعها تصل إلى أماكنها، يعني هذا اجتهاد فائض، وأراد هناك من يعني يكسب من هذا الموضوع. ولكن أنا باعتقادي الأمر الآخر، السيناريو الآخر، قد نذهب إلى مشهد أوسع وأكبر تشترك فيه الحشد الشعبي، يشترك فيه اليمن بشكل يعني متناسق مع بعض بدعم إيراني نعم كامل لكل الموضوع، وقد نشهد أيضا الجبهة الجنوبية من سوريا قد تشارك أيضا في هذه العملية مع الجبهة الشمالية، وتبدأ النقطة هي من مزارع شبعة، هي انطلاق الشرارة إذا كانت هناك يعني مواجهة أوسع وتشمل، ويعني دعينا نقول أن كل الاستراتيجيات والتفاهمات التي كانت لغاية اليوم تنسف، والذهاب إلى
معركة مفتوحة تستهدف كل ما هو موجود من استراتيجيات ومراكز حيوية وبحرا وبرا. ولكن نعلم أن هذا السيناريو إيران لا تريده في المرحلة الحالية لاعتبارات لمصالحها الشخصية، لعلاقاتها مع الولايات المتحدة، لأمور كذلك تريدها من قبل الولايات المتحدة، ليس كذلك؟ كما أفهم السياسة الإيرانية هي تتعامل بنفس الأسلوب الخبيث الأمريكي. نعم. يعني هما يردوا على نفس السياسة الأمريكية الخبيثة وعلى نفس السياسة الأوروبية. هذا ما يفهمه الغرب، وهم يحدثون بنفس اللغة، وبالتالي لديهم نعم مصالحهم ولديهم لقاءاتهم ولديهم هذا، ولكن كلما عظمت إيران في المنطقة كل ما صار أسهل عليها الحوار لأمريكا وأوروبا. علينا أن نذكر ذلك، لأنه عندما تتحدثين إلى جهة قوية يعني لا تستطيعين أن تضعي كل شروطك تتناسبي مع شروطها. ولكن السؤال في حال هكذا السيناريو، ما هي الاصطفافات في المنطقة ستكون، خاصة دول الخليج، الدول العربية التي غير معنية في هذه المرحلة؟ دول الخليج منذ بداية هذه الحرب نأت بنفسها عن كل تدخل، لا لصالح الفلسطيني ولا لصالح اللبناني، وهي ترسل المواد الغذائية والمساعدات. يوم أمس أرسلت الإمارات باخرة ربما تحمل أطنانا من المواد الغذائية والطبية وإلى ما هنالك، واقتصر على ذلك. الآن يوجد هناك لاعب جديد أيضا لم نتحدث عنه، وهو اللاعب التركي الذي هدد في حال إسرائيل تهاجم لبنان سوف يرسل قوات إلى لبنان. هذا عوضا عن الجيش اللبناني. يعني لا نعرف ما مدى جدية هذا التصريحات. يعني جبهة جديدة لربما يجب على الجيش الإسرائيلي أن يتعامل معها. هناك تصريحات له اليوم في ذلك. ما بيأديهم إنه نحن لا نعرف ما مدى جدية. فاتوا على الكرباخ، ما بيأديهم فاتوا على ليبيا كمان. الآن بدهم ياخذوا كمان، أخذوا شقفة كمان من سوريا. الآن بدهم يوصلوا على فلسطين. أهلا وسهلا. طيب سنستمر بهذا النقاش. توجه مجددا إلى سعيد. سعيد، على ما يبدو هناك مظاهرات وتصريحات جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، تفضل. نعم، تصريحات جديدة أيضا من مصادر مقربة لحزب الله. الأول يقول أن الكادر العسكري المستهدف في الضاحية الجنوبية من قبل إسرائيل كان قد غادر المبنى قبل ثوان معدودة من الضربة، وبالتالي عملية الاغتيال فشلت، لكن الرد آت ولن يطول وسيكون قوي جدا في العمق الإسرائيلي. وبالإضافة أيضا إلى مصدر آخر مقرب أيضا لحزب الله يقول أن بغض النظر عن نجاح أو فشل عملية الاغتيال، التعامل مع القصف في الضاحية باحتواء سيؤدي إلى استباحة وإقحام الضاحية ضمن قواعد الاشتباك، وهذه كارثة يقول. وبناء على ذلك رد الحزب سيكون قوي جدا بما لا يعني تكون حاسبة له إسرائيل بغض النظر عن نتائج هذا الاغتيال. بالإضافة أيضا إلى المظاهرة المستمرة حتى هذه اللحظات في الضاحية، الآلاف يشاركون في هذه المظاهرة، خرجوا بين شوارع الضاحية تطالب الحزب بالثأر وبشكل سريع ردا على هذا القصف. نعم سعيد، سأعود إليك بالطبع مع كل جديد. عودة إلى أدهم، هل من تصريحات جديدة لافتة، استعدادات، وما هي الأجواء حاليا في الجبهة الشمالية في البلدات الشمالية في إسرائيل؟ لورين، يمكن أن نعرج أكثر أو أبعد من ذلك. لربما الحدث والتأهب هو في وسط إسرائيل، بمعنى ما نشاهده ونتابعه في هذه الأثناء هو بأن هناك أوامر في منطقة جوش دان تحديدا ومحيط مدينة تل أبيب بفتح الملاجئ. هذا لربما تطور لافت بأن نقطة المواجهة قد تكون وفق عكس أو عكس التقديرات، بمعنى عندما يتم الحديث هنا عن معادلة بيروت مقابل تل أبيب، هذا لربما يأتي في إطار أيضا الاستعدادات والتأهب في وسط إسرائيل. ولذلك أن نشاهد البيانات الرسمية التي تخرج، إن كان ذلك في جوش دان، مدينة تل أبيب، مناطق أخرى، برفع حالة التأهب. هناك مخاوف إسرائيلية يمكن التطرق إليها كما يردنا في بعض البيانات، ألا وهي بحجم المعلومات وأيضا الاستخبارات العسكرية الدقيقة لدى حزب الله في كل ما يتعلق بمواقع عسكرية أبعد من المناطق الشمالية. بمعنى، هل فعلا حزب الله من خلال رصده في هدهد 1، هدهد 2، وهدهد 3 حدد مواقع عسكرية في حال فعلا كان هناك استهداف من قبل حزب الله
من قبل إسرائيل لحزب الله في الضاحية الجنوبية. لذلك يعني هناك حالة تأهب غير مسبوقة حتى على مستوى القاعدة العسكرية. نحن لا نتحدث فقط عن بنية تحتية مدنية، نحن لا نتحدث أيضا عن مناطق أخرى، في نحن لا نتحدث عن فقط مدينة حيفا. السؤال ما هي المعلومات التي يمتلكها حزب الله؟ لذلك يعني نعود على نقطة أساسية كنا قد تحدثنا عنها خلال هذا اليوم، ألا وهي نشر القبة الحديدية في مناطق متفرقة حتى أيضا في الضفة الغربية. على ما يبدو هناك معلومات استخباراتية لدى إسرائيل أيضا في هذه النقطة، تتعلق أيضا بعملية أو استهدافات قد تأتي من الأردن، من العراق، وأيضا من مناطق أخرى من سوريا. هذه تصريحات وأيضا معلومات لافتة. نعم أذهب، ونعلم كذلك أن كما ذكرنا بالأمس أن إسرائيل كذلك رفعت من حالة التأهب كذلك في منطقة الأردن وكذلك في الحدود مع دول أخرى كمصر، وذلك تحسبا لأي استهداف أو استغلال إيران لربما لجبهات أخرى من أجل تطويق إسرائيل وإشعال إسرائيل وإشعال المنطقة. عودة إلى دكتور جاك، تفضل. شو السؤال؟ نعم يعني بدأت بالحديث أو كنت تتحدث عن لربما أنت سؤالك كان عن إيران، يعني تدخل إيران. لأن لازم واحد يتذكر ب 2006 كان قاسم سليماني قاعد بذات الغرفة مع حسن نصر الله وعماد مغني، يعني أخذ له إيده وعم بيعطيه الأوامر ويعطيه شو لازم يعملها، حتى يعني ضربة الصاروخ اليخونت على ما يبدو هناك. عفوا إن سمحت لي، هناك تطورات هامة سعيد أو أدهم، عودة إليك، تطورات لافتة كذلك ومصادر تتحدث على ربما نجاح هذا الاغتيال. إلي أيضا حتى الآن يعني قلنا بأن هناك تباين بالتقارير الواردة، يعني هناك بعض المصادر تحديدا نتحدث عن مصادر عربية تقول بأن هناك نجاح لعملية الاغتيال التي حصلت، فيما يعني تنفيه تلك المصادر اللبنانية. يعني حتى الآن لا يوجد أي معلومات واضحة، ولكن قناة العربية وأيضا الحدث يعني تؤكدان بأن هناك عملية نجاح بعملية الاستهداف. لربما أيضا سعيد لديه معلومات في هذه النقطة أكثر من الجانب اللبناني. سعيد، هل من تفاصيل وتوضيح من قبل الجانب اللبناني، خاصة وأنه كما ذكر أدهم بحسب مصادر خاصة للعربية تؤكد نجاح هذا الاغتيال؟ نعم، ومصادر لبنانية تقول أن انقلاب في التقارير الآن، تتزايد التقارير الآن عن نجاح عملية الاغتيال. كما قلت لك يعني قبل دقائق من الآن تم إخراج جثتين ربما صحيح بأكياس سوداء تحت حراسة مشددة، ويعني على ما يبدو أن التقارير بدأت تنقلب الآن نحو نجاح هذه العملية، ولكن وفق المعلومات التي أتت من لبنان في هذه اللحظات يعني الجميع الآن فقط ينتظر الحزب للتأكيد إن نجحت أو فشلت هذه العملية. وما هي التفاصيل سعيد إذا ما كنا نتحدث عن نجاح هذا الاغتيال؟ ما هي التفاصيل المعروفة عن فؤاد شكر، خاصة وأنه كما ذكرنا يعتبر من أكبر الشخصيات أو مسؤول كبير جدا في الهرم العسكري في حزب الله، يعتبر رقم اثنين في الهرم العسكري، وكما نعلم هو رئيس أركان حزب الله كما هو معروف. صحيح، وأيضا مسؤول لوجستي، وأيضا مسؤول عن نقل الأموال من إيران إلى حزب الله، وأيضا مسؤول عن الصواريخ الدقيقة التي تصنع لدى حزب الله. يعني عدة رتب يمتاز فيها هذا القائد، وإن نجحت العملية فهي يعني خسارة كبيرة جدا للحزب لرتبة هذا القائد. يعني نتحدث عن أنه رئيس أركان بالإضافة أيضا إلى مرتبة ثانية أو ثالثة لربما في الحزب، وقائد أيضا كبير. يعني نتحدث أنه قاد عشرات بل مئات العمليات ضد إسرائيل منذ 8 أكتوبر، وأيضا تتهمه إسرائيل أنه هو المسؤول الرئيسي على إطلاق الرشقة الصاروخية التي تعرضت لها مجدل شمس أيضا، بالإضافة أيضا أنه المسؤول أيضا عن إطلاق مئات بل آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، وأيضا هو المسؤول عن يعني ترتيب إطلاق الصواريخ
الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي كما رأينا يعني قبل عدة أيام. نعم تعميق تعميق على إطلاق الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي. أيضا التقارير تشير لأنه هو المسؤول عن إصدار أيضا يعني التعليمات للحزب أين يقوم بضرب هذه الصواريخ. عودة إلى أدهم مع تفاصيل جديدة، إليك أدهم. نعم، اولا يعني هو ملقب بالحاج محسن، وايضا يمكن القول بانه المستشار العسكري للامين العام لحزب الله حسن نصر الله، والرجل الثاني في الحزب وفق ايضا المنظومه الامنيه في حزب الله. نذكر فقط بان الجيش الاسرائيلي حدد مكافاه تصل الى 5 ملايين دولار للمعلومات عن فؤاد شاكر، وفقا يعني لبعض المصادر الإسرائيلية التي تحدثت. من بين التهم الموجهة إليه بأنه لعب دورا رئيسيا كما قلنا في تفجير عام 1983 للسكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت، وأيضا وفق بعض المصادر يمكن التذكير فقط بأن فؤاد شاكر هو من استبدل مصطفى بدر الدين، والذي يعني قتل بظروف غامضة في عام 2016. فقط نذكر بأن هذه الاستهداف لحزب الله يمكن القول بأنه الأقوى أو الأشد منذ اغتيال عماد مغنية. نحن نتحدث عن شخصية بارزة من الصف الأول، كان هناك تقليل بحجم الضربات الإسرائيلية التي طالت العديد من المسؤولين والقيادات في بداية هذه الحرب. نعم أشكرك أدهم. تعقيب أخير من دكتور حسن على هذه التصريحات. يعني نحن ما زلنا تحت ضبابية، لا نعرف ما حقيقة ونتيجة هذا الاستهداف، ولكن أنا المتوقع أنه سوف ذاهبون إلى أيام عصيبة وهجوم لربما بين الدولتين إلى نتائجها يعني غير مضمونة ولا تحمد عقبها. دكتور حسن مرهج خبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. دكتور جاكنر ضابط استخبارات سابق، وكذلك أشكر موصول لمراسلينا. بهذا نصل إلى ختام هذه التغطية، إلى اللقاء.